كيفية كانت الدعوة. ويعني في البداية وقت الطيران أود الإشارة إلى أن تدخلنا هذا لن يكون يعني من أجل تزكية عمل المجلس الاجتماعي الاقتصادي لإصلاح وخدمة الصالح العام. وبالتالي فهذه المعركة التعطيلية حتى نكون أو حتى نحسن الظن بها فهي وكما يجب بها المعركة فعلا من خلال منهج متبع قائم على إشراك الساكنة وإشراك الفاعلين المحليين وكل تصنيفاتهم. هذا يدعم حسن ظننا بهذه المبادرة ونتمنى أن تحقق المشروط وتطلعات الساكنة. يعني في البداية أود أن أحدد المرجعية التي كان على أساسها تم خلق وإنشاء هذه اللجنة المكلفة بإعداد هذه الورقة التقديرية. المرجعية الأساسية هي أنها كانت تنفيذاً للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب الموجه للأمة يوم السبت نوفمبر 2012 بمناسبة ذكرى عيد المسيرة الخضراء. وتم في هذه المناسبة وبمناسبة هذا الخطاب إحداث لجنة مكونة من أعضاء المجلس يمثلون جميع الفئتين. وتركزت مهمة هذه اللجنة بالأساس على وضع خارطة طريق لتنمية الأقاليم الجنوبية. هنا هذا الأمر يستدعي منا إشارة إلى أن هذه المبادرة لم تكن أتية بالمرأة، بل كانت مرتبطة بسياق عام يتمثل في حدوث مجموعة من التحولات السياسية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، سواء على المستوى الديني أو المستوى المحلي وحتى على المستوى الدولي. فلا يخفى على أحد بأن الأحداث التي شهدتها المدينة الداخلية إضافة إلى أحداث الإنجليزيين، إضافة إلى الجو العام على المستوى الإقليمي فيما يتعلق بالربيع العربي وما شابهه، كل هذه الأمور كانت سببا داعما أو داعيا إلى التفكير في خلق مبادرة من أجل يعني النهوض بالوضع والتنمية على مستوى الأقاليم الجنوبية. ما يتعلق أنا سأحاول خلال هذه المداخلة أن أحدد فقط أضعكم في الصورة فيما له علاقة بالنتائج التي تم التوصل إليها من خلال التشخيص الذي تم إنجازه من طرف هذه اللجنة. فهي لجنة عقدت على إنجاز تشخيص وهي الحقيقة منهجية علمية، وأنه قبل تحديد أوضاع صراعات عميقة وجدلية من أجل تجاوز هذه الاختلافات. أيضا من بين الأمور الأساسية التي تم التوصل إليها من خلال هذا التشخيص هو أن هناك ضرورة لإنجاز ما يسمى بالتقييم المستقبلي لمدى النجاح النموذج التنموي المرسوم من خلال يعني وضع مؤشرات للتتبع، ليس فقط وضع تصور مستقبلي للتنمية على مستوى الأقاليم الجنوبية كافي، بل هذا يستلزم من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة أن يكون هناك ما يسمى بالتدبير المبني على النتائج. يعني هناك وضع مؤشرات قابلة للقياس من أجل تتبع مدى قابلية هذه التصورات وهذه المشاريع المرسومة للتطبيق على المستوى المستقبلي. من بين الأمور حتى أكون محايد أنا فقط أحاول أن أرصد ويعني أستعرض أهم النتائج التي توصل بها المجلس من خلال التشخيص الذي قام به. يعني من بين الأمور التي توصل إليها أيضا هو أن هناك فعلا توجد تجهيزات وبنيات تحتية متقدمة في المناطق الجنوبية مقارنة على أقاليم السلام، كما أن هناك مؤشرات اجتماعية ومستويات فلوس للخدمات الأساسية للساكنة أنها تقع في مستويات أعلى وطنية. يعني فيما يتعلق بالولوج إلى عندما نقول الولوجيات على مستوى اجتماعي نقصد التعليم نقصد الصحة نقصد السكن. هذه الأمور حسب الدراسات الأولية التي قام بها المجلس استنتج بأن هناك فعلا مؤشرات مرتفعة على مستوى الأقاليم الجنوبية مقارنة مع أقاليم السلام. من بين الأمور أيضا التي تم التوصل إليها هو أن هناك فعلا وجود مشاكل كبيرة في مجال الوظائف خاصة لدى الشباب والنساء، ووجود أيضا صعوبات على مستوى التماسك والاندماج الاجتماعي. هذا فيه إشارة للأحداث التي شهدتها المنطقة ومناطق الجنوب خلال الاشتباكات التي وقعت في الأحداث السابقة في سابق قليل أن شاء الله. من بين النتائج أيضا التي تم رصدها من خلال مجلس الاقتصادي والاجتماعي الدولي أن القطاع العمومي يمثل المستثمر والمشغل الأول على مستوى القائمة الجنوبية. هذا فيه
سارت إلى أن القطاع الخاص بالمقابل مقارنة مع القطاع العام يأتي بالدورة الثانية بشكل متدني مقارنة مع ما يقدمه القطاع العمومي على مستوى الاستثمار والتشغيل. ومن أهم النقاط التي استمر الخوص إليها هو مهمة غياب إقلاع اقتصادي حقيقي للقلب الجنوبي. هنا مجموعة من النسب المختلفة والمؤشرات التي استرشد بها المجلس في إطار إعداد هذه الورقة التقديرية. هناك إشارة إلى أنه مؤشر جهة للتنمية البشرية في الأقاليم الجنوبية يصل إلى حوالي 0.729، بينما في الأقاليم الشمال يصل إلى 0.672، وهذا يعكس أن مؤشر التنمية البشرية على مستوى الأقاليم الجنوبية أفضل من ما هو على مستوى الأقاليم الشمال. ما يتعلق بنسبة الفقر على مستوى الأقاليم الجنوبية تصل إلى حوالي 6.5%، بينما على مستوى الأقاليم الشمال فهي تصل إلى 10%. بالنسبة لخروج الساكنة إلى الكهرباء على مستوى الأقاليم الجنوبية يمثل 84%، بينما في أقاليم الشمال تصل إلى 70%. الماء الصالح للشرب والتطهير 69% في أقاليم الجنوب و 55% في أقاليم الشمال. نسبة المساحة الترابية لأقاليم الجنوبية مقارنة مع أقاليم الشمال أو على مستوى الأقاليم تمثل 59%، وأقاليم الشمال تمثل 41%. يعني هذه النسب إلى حد ما توضح أو تعكس وجود نسب جديدة بالتشجيع، أو أن الخدمات المقدمة على مستوى الأقاليم الجنوبية هي أفضل مما هو عليه على مستوى الشمال. هذه استنتاجات تم اعتمادها من خلال الدراسات السابقة التي تم إنجازها على هذا المستوى، وبالتالي هذا يفتح مجال أمام النقاش. أخي وزميلي مربي على مداخلته الأولى لأنها تحدثت عن صميم الورقة، في حين أنا مداخلتي سوف تركز عن الورقة نفسها، يعني دكتور بنهجي سأحاول أن أشترك معكم قراءة لهذه الورقة، سوف أصدق في البدء وأعرف ما تختص بهذه الورقة في المقام الأول، ثم أركز بعد ذلك على بعض نقاط القوة للورقة، ثم بعض المجالات والنقاط التي سجلتها تحتاج إلى نظركم السديد. في الأخير المقترحات هي في الحقيقة دعوة لمساهمة الجميع في تطوير هذه الورقة، وما ستستهدفه هو أن الورقة أولا كما تشار إلى ذلك في المداخلتين السابقتين سواء للميسر الجلسة أو للمتدخل الأول، جاءت استجابة لخطاب جلالة الملك بتاريخ 6/11/2012، والذي يقول فيها جلالته: كما نؤكد التزامنا في إطار دعوته للتعاطي مع المشروع الجهوي المتقدم، يقول جلالته: كما نؤكد التزامنا بتفعيل الجهوي المتقدمة وجعل أقاليمنا الجنوبية في صدارتها لما تتيحه من مشاركة الجهوي المتقدمة ومشاركة السكان في تدبير شؤونهم المحلية ومساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، ولما توفره من أجواء تعبوية تقوم على حركية مجتمعية واحدة تفرز نخبة جديدة، وهذا مبتغى مهم جدا لا سيما من النساء والشباب في إطار تداول ديمقراطي مفتوح على السلطة. ويأتي بالأخير ويقول جلالته: ولتوفير شروط النجاح في هذا المشروع الضمور اعتبارا لما يتوفى عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإنه يتم تكليفه بتحضير هذا النموذج. من بين نقاط قوة هذه الورقة، أولا لأول مرة هذا المشروع بهذا الحجم ينزل للنقاش العام والمشاركة العامة كل أقربهم، ورقة تنزل للجميع يتم دعوة الجميع للمشاركة فيها، يتم استدعاء الأحزاب السياسية، وهذا من صميم واجباتهم التعاطي مع الشأن السياسي والشأن الإداري والشأن التنموي للبلاد، وأيضا دعوة الفعاليات المدنية من المجتمعات من الجمعيات مع
المعنية سواء من الجانب البيئي أو الجانب الاقتصادي أو الجانب الاجتماعي وغيره، وأيضا دعوة المجالس المنتخبة ودعوة النقابات ودعوة الأفراد والجماعات للمساهمة في هذا النقاش حول هذه الورقة الطائرية، وبالتالي حول ما سوف تفيده من نموذج تنموي لهذه الجهة. الخصوص من النقاش هو دائما التواصل، التواصل الأحسن سواء عبر لقاءات مباشرة تستدعى البعض إليها، وأيضا فتح التواصل عبر البوابة الإلكترونية كما أشار إلى ذلك ميسر الجلسة، وهذا نقطة هامة جدا تحسب كقوة نفعه، واللي تقول بأنه
وكما ما يقال في مصالح سيرفيس بوردين وهذا الناس اللي يسيروا معهد العلم معهد الكيميائي يعني المياه هي جد مهمة يعني المياه هي يعني ضمن بأن المنطقة لا تكون مؤهلة في المستقبل إذا ضمان الاتصال ستساعد في ضمان الاتصال تماما الأمن القبائل الشمالية هناك يعني معالم جد مهمة ونفيسة والآن الدراسات يعني مستمرة وضمن بأن معدات مواد العمل على البترول هناك ذلك يعني طبعا جدا يعني طموح الشعوب بلا شك بكم انتم تلاحظوا بانه هذا الربيع العربي ما هو الا يعني طلب ملح من طرف شعوب هاي المنطقه لمراحل جديده وهاي الاعتراف ما خاطر الوقت لذا اظن بانه لابد من التفكير في اطارات جديده ولبلا سعداء جهة موسعة وطن جمع ذاتي في إطار سيادة المغرب ولكن هل هذا هو حل؟ على سبيل المثال أنا أقول أنه هذه الفكرة خصوصا نناقشها كاملين ونعرفوا الآن إذا جينا نطبقوا الحكم الذاتي مفهومه الحالي في الأقاليم الصحراوية لا ينجبروا بأنه أولا في إطار ذاك الإطار السيادة المغربية وفي إطار الدستور الجديد اللي هو دستور ديمقراطي اللي هو كمواضع عنده صوت ولكن السؤال اللي عندنا هناتي اللي هو اللي نعرفه بين العنصر الصحراوي على سبيل المثال الداخل العنصر الصحراوي بين 10% بسم الله الرحمن الرحيم معلومة نظمت كتابة الجوية حزب العدد التنمية بجيت وذلك هو ندوة ورقة التقنية لنموذج تنمية الأقاليم الجنوبية ومتوقع مراد الهدف المنشود من هذه الندوة هو حاولنا أن نساهم حلول نجد حل تساهم هي كذلك في حل هذا المشكل واستضفنا لهذه الندوة مجموعة من الأطر مجموعة من الكفاءات هي كفاءات كلها كفاءات محلية فيها عالم مال فيها فكر شبابي